أخبار اليوم. لجنة عابدين بنلتقي بالفنان المطرب نادر ابو الليف. بنقول لك اهلا يا نادر، واحنا مبسوطين ان انت مشارك النهارده معانا في الانتخابات. ربنا يخليكي، وانا سعيد جدا طبعا بنزولي ان انا انتخب واقول رايي، وبتمنى من كل مصري حر خايف على مصر وخايف على بلده ينزل من بيته ويجي لجنته ويقول رايه بكل حب، لان مصر محتاجه كل مصري ينزل ويقف ويقول رايه. يمكن يا نادر احنا محتاجين شباب برضو، في شباب كتير من النجوم لسه ما نزلتش. هل انت شايف التقييم لكده ايه؟ يعني هل عندهم انشغالات؟ هل ايه يعني من وجهة نظرك؟ مفيش مخلوق يقدر يتشغل عن بلده، دي مصر، دي امنا، دي المفروض ان احنا كلنا نتجمع وننزل ونقول راينا. مفيش حاجه اسمها فنان مشغول عن رايه، عن ان هو ينزل ينتخب. المرحله الثانيه يمكن اول يوم الناس بتقول انها شهدت اقبالا على كافه المحافظات، اقبالا من الناخبين، شايف المرحله برضو الثانيه ازاي؟ والله انا لسه جاي طبعا دلوقتي، فالحمد لله في اقبال، بس مش اللي هو ايه يعني كان متوقع، ولكن في اقبال كويس يعني. الحمد لله. نادر، على اي اساس اخترت مرشحك البرلماني؟ يعني كنت عايز متوسم في ايه؟ ايه المطالب اللي انت بتطالب فيها هذا المرشح؟ انا بطالب اي مرشح انا رشحته، بطالب ان هو ياخد باله من اهل دايرته وينفذ طلبات اهل دايرته بما يرضي الله ويتقي ربنا بس. خطوة البرلمان هي الاستحقاق الثالث، شايف بعد كده ايه منتظرين، او الخريطة اللي خريطة مصر المستقبلية شايفها ازاي؟ والله انا شايف كل خير في تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يقويه يا رب ويوفقه ويعلينا دايما لفوق وياخدنا معاه دايما للامام باذن الله ان شاء الله. اخيرا نادر، الرسالة اللي بتوجهها ضد المؤامرات اللي بتحك ضد مصر مؤخرا والجرائم العنف اللي احنا بنشهدها، تقول ايه؟ اقول لكل خاين وكل عميل اتقي ربنا، واعرف ان في رب اسمه الكريم هتقابله وهيحاسبك على الخيانه العظمى لبلدك ولارضك ولوطنك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك في كل خاين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل متآمر على مصر. مصر ذاكرها ربنا سبحانه وتعالى في القران، هتفضل محروسه وهتفضل محميه لاخر الدين، لاخر يوم ان شاء الله باذن الله. شكرا، وانا سعيد ان انا طلعت معاكي على الأخبار، ويا رب أكون قدرت أخلي اللي قاعدين وشافوني ينزلوا ينتخبوا بإذن الله. نادر، ينفع نسمع حاجة منك وطنية دلوقتي كده ارسلها؟ أنا عامل بالفعل أغنية وطنية أديها لك بقى تزعلهم. أوكي، بس مش هقدر أغنيها دلوقتي يعني، هي مش هقدر، مش يعني عارفة، أصل أنا مغنيها في الاستوديو ومش حافظها والله. فأنا وعد البحري أوبريت وطني، مغنية أنا وعد البحري وسامر أبو طالب مطرب، و مريم مطربة جديدة برضو، لحن وائل عقيد، توزيع أسامة عبد الهادي، كلمات الأستاذ مصطفى مرسي. بس هديها لك بقى وانت زعيها. اوكي، ومتصورة كليب كمان، اخراج ياسر الباجوري ان شاء الله باذن الله. شكرا.